السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين، أم سيفو. تحت يعني طلبكم حبيت ندير لكم الفيديو هذا، اللي هو كيفاش تلمدي، كيفاش تديري ذهب، كيفاش تبداي تشري ذهب، ما هي يعني القطع اللي تبداي بها، ما هي الأولويات، ما هي الأفكار، كيفاش نلمد الدراهم، ذوي الدخل الضعيف إلى غير ذلك. بدي لكم بأول نوع من الفيديوهات، ونوعدكم باللي ندير سلسلة، واسمحوا لي على الصوت نتاعي، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين. في البداية نعتذر على الصوت، وهذا راهو دليل على أني صح راني مريضة، وهذا هو السبب اللي خلاني نطول أني ما نقدمش فيديوهات. درت يعني أنه درت منشور هكا في المنتدى، قلت لكم بلي راه وليدي مريض وعداني وراني بلا صوت، وهذا وين رجع لي شوية ربي يشفيه ان شاء الله، مازال مريض. قلت ندير لكم فيديو، ويبقى لي التاريخ باني درت فيديو وفدتكم مع اني كنت مريضه، وراكم تشوفوا في الصوت تاعي باحه، وهذا وين بدا يرجع رجع يعني خشين خلاص. اللي يعرفوني متبعيني يعرفوا بلي راه ماهوش صوتي، واللي ما مش عارفين ممكن انهم يخلعوا. نقول لكم تخلعوا ما والو، هذا راه الصوت تاعي، راح لي الصوت ورجع لي. وش على الفيديو تاع اليوم؟ وشنو هو الفيديو تاع اليوم؟ كيفاش تديري الذهب، راهو الذهب هذا بعض برك من الذهب. يلا نفتحوها سيدي على بركة الله، نشوفوا ترى كيفاش تديري الذهب. هذا خاتم مثال، هذا خاتم، وعندي بنات اختي وولدي راهم يلعبوا، كنت تسمعوا الصوت شويه عذروني. هذا خاتم ثاني، هذا كيما نقولوا حنا تاع لويزا، شوفوا يتلبس في العراس وكذا تقليدي. هذا خاتم مليح شويه نتاع غرازيلا، ها هو الماركه تاعو، هاي تلقاو ديما مطبوع مكاشي يعني، هذا تاع غرازيلا. عندي هذو المناقش، هذو كما تقولون نتوما المناقش، وحنا نقولوا الفلايك، ها لي بوكل يعني، هذو الصغار خلاص. شوفوا تاع الدار تاوعي، هذا واش عندينا تاع الدار، وعندي اخرين صغار خلاص نديرو في الثقبه الثانيه، عندي الثقبه الاولى والثقبه الثانيه فوق ودني، هذو نديرهم في الدار. عندي مده من شريتهم هذو، لقطتهم شفتهم مع بعضهم. شوفوا كذا نعطيكم حوايج صغيره باش تتحفز كل امراه ولا بنت ولا وحده مقبله على الزواج، تحب تدير تحب تدير الذهب. قلت لكم فيديو تحب تدير الذهب، نعطيكم يعني افكار كيفاش ديروا الذهب. هذه كيف هذو مثال لي بوكل هذو نتاع العراس، شوفوا تاع المناسبات انا نديرهم في العراس كيما هذا، وهذا نديرهم في العراس لانهم هذو تاع اللبسه التقليديه، حوايج تقليديه. اما هذو لا نخرج بيهم كيما هذا، نلبسو عادي في الخارجه نورمال. هذا اوكي، هذه السنسله تاع الكارتي اللي شفتوها في الفيديو اللي فاتت، هاي سنسله عادي دوامه هذه تاع الدوم. هذو شوفوا ننصحكم اللي حاب تشري سنسله تاع الدار تاع الدوم، ترقدي بيها ابنك ينطر يجبد يدير ما تصرالها والو، ننصحكم بهذه تاع الكارتي هذه. شوفوا الله يبارك، لكن شروها اسمحوا لي شروها يعني متينه شويه، ما تشروش وحده يعني ماهيش متينه، ولا شروها متينه. هاي وراها شتوها الشحره تاعي، هذه الكورمات اللي شريتها هذيك النهار ودرت لكم عليها فيديو، هاي ختها ولكن هذه خشينه وهذه كبيره. المهم انه كارتي كارتي البنات راهو مليح وسوليد ويعيش لكم. المهم نعطيكم نصائح كيفاش ديروا. كنتو باش تبداو باش تبداي تشري، كيفاش حد تشري ترتيب مثال. اول حاجه نشريها وش هي؟ شوفوا اللي ما عندهاش خلاص، ما عندهاش خلاص، اول حاجه تشري هذا تعبي الودنين تاعها، ها هذا شريها كيما انا ذاك الوقت من شريته مشيتو بمليون. هذا دوكا راه مكثر كيما هذه، قادر تلقاها بثلاث ملايين، تلقاها بثلاث ملايين ونص، تلقاها او ثقال شويه في الميزان ثقال شويه. دوكا المهم انت اول طفله ما تعرفش منين تبدا، ولا المدام ولا بداي بلي بوكل هما الاولين، وبداي بتاع الدار ما تبدايش بتاع المناسبات. اوكي بداي بهذا ما تبدايش بهذا، هذه النصيحة الأولى وهذه الخطوة الأولى. تشري هذو خليهم مازال بعد، تشري هذو هما الأولين خلوهم هذو على جنب، هذو وهذه الكبيرة هذه خلوهم على جنب. أوكي نبدأ بهذو،
شريكي معاه. هذه مثال فرضا زوز ملايين، انا ماشي شريت 3 ملايين 4 ملايين تاع الدار، شريت زوز ملايين، ها شريت مليون ونص تجيك شوي صغيره، شريت زوز ملايين، زوز ملايين ونص 3 ملايين، المهم اللي ما عندهاش خاص اللي عندها تشري اكثر، المهم تاع الدار بدا يبيعهم. تكملي هذه شري خاتم، وشوفوا ما بين هذا وهذا شكون الاولويه، هذا تاع العرس وهذا تاع الديمه، شري هذا تلبسيه ديما، تلبسي فيه خرجة، جاوك ضياف، تحبي تخرجي، تحبي هكا في عرس، عفوا في عيد، في مناسبة، في مناسبة خفيفة، ديما تلبسي هذا. أما هذا راهو مخبي مكنس ما عدا فقط في الأعراس، يعني هذا نقدروا نأجلوه، هذا زيادة برك، هذا هو الأول، يعني يعود عندك المناكش في وذنيك، تعود عندك خاتم تلبسي. شوفوا كيفاش يبان، برك نقول لكم كيفاش يبان. ها شتو عندي هذا، عندي هذا وموش ذهب، بصح هذول ما يرجعوش، اني نسيت الاسم تاعهم، شتو هذول ما يرجعوش خلاص، هذا مش غمش نحاس، لا نسيت المعدن هذاك. المهم هذا شوفوا كيفاش يبان، ها شتو هاو يبان مليح، يعني كبير لا يبرك رازيلا، هذا حتى مره تجي تبيعيه يجيب لك السوم، هذا يجيب لك السوم. اما هذا شوفوا معايا، اما هذا ماشي ضروري دوك، هذا تاع العرس، هذا تاع الديمه وهذا تاع العرس، شكون الاولى الاولويه لها، فهمتوا هذا هو الاولويه تاعو، ننصحكم به. يعني اول حاجه تشرو المناقش وتشري خاتم، المناقش وتشري خاتم، هذه اول حاجه تشريهم هذو الزوج. ومن بعد وين تروحي؟ تروحي الغورمات، شي شرط لازم كيما هذه انا طيحتها على السلسله تاعي، نتوما تشروها اي نوع، هذا نوع اخر كبر اقل، المهم واش تلمدي، مثل لمدتي هذه اشري هذه، حبيتي مره اخرى ديري مكثر، واش ديري تزيدي عليها وتشري مكثر، عادي جدا. اوكي انا رجعت لكم قلت لكم المهم تشري الخطوه الاخرى، تشري كورمات كيما هذه اقل اكثر ما يهمش، ليسونسيال انك تشري وحده حسب دراهمك حسب مقدورك، كي تشري كورمات هذه واش يكونوا عندك، يكون عندك هذا، تخيلوا مثال هاكي لابسه هاكي معك، هاكي لابسه هاكي معك ولابسه خاتم كيما هذا، فهمتوني ودايره لي بوكل، يعني تبداي خطوه خطوه ماشي مباشره تروحي للكبير. تكملي هذا، تكملي هذا وين تروحي، اصبروا عليا، تكملي هذا تروحي للسلسله. انا واش ندير، كانت عندي واحدة رقيقة خلاص صغيرة خلاص، إيه كل مرة نزيد عليها نبيعها ونحطها ونزيد عليها وندير واحدة اكثر واحدة اكثر، يعني حتى نوصلت لها، هذه راهي عندها تقريبا 5 سنين ولا 4 سنين 5 سنين مانيش شافية بالضبط. سونسيال كانت عندي واحدة كارتي اقل من هذه، كيما هذه كيما الكورمات هذه خشن، زدت عليها الدراهم وشريتها، هذاك الوقت شريتها بتسعة ونص، يعني دوكا اي برك راهي كثر، هذه لكان ما دايرتش خلاص دير 13 مليون ولا دير كثر، يعني كتبيعيها يعني تلقايها. المهم نتوما ماشي شرط كيما هذه، ديروا اي نوع من السناس، انا يا تاع الدار تبداي بتاع الدار، ومن بعد يعني تاع الدار واش نقولوا اللي هما تاع الديمه تاع الدوام، اللي ما يتكسروش، اللي متال، اللي ما يخسروكش، اللي كتجي تبيعيهم تبيعيهم، ها بيعودوش كاس، تبيعيه مستعمل جديد، خي السعر تاع المستعمل ماشي كيما السعر تاع الكاس، تاع الكاس معناه راه مكسر خلاص ميليقش، هو يروح يعجنو ويذوبو ويديرو حاجه اخرى. اما المستعمل كيما هذه واش يدير، هو ينظفها يغسلها خلاص، تخرج كيما هذه تبرك كيما هيك، هذه قديمه تخرج كيما هذه، فهم يحوسوا على الذهب القديم هذاك يجيب الدراهم. المهم انا دايره هذه ديما لابستها، ديما لابستها في رقبتي خلاص. الخطوه الاخرى ديري سلسله كيما هذه، كي تكملي سلسله كيما هذه تبداي الحوايج الزايده، تبداي خاتم زياده، تبداي لي بوكل دوزيام، تبداي مثال الكورمه تاعك هذه تكبريها، السلسله تاعك اذا كانت صغيره تكبريها، وهكذا. ثم تروحي اذا كنت انتيا من عشاق المسايس مثال ديري مسايس، ديري براسلي اذا كنتو بنات صغار ديري براسلي، عندك كورمات كورمات وعندك براسلي مليح، ثاني تاع دوك اللي خرجوا هذوك،
تاع الخدمه تاع الديمه تاع مناسبات حدث في الاراس كل شيء تلبسيهم يعني حاجه مليحه. يعني الذب هذا حبيت نقول لكم بانه خطوه بخطوه تبداي بالحوايج البسيطه وتروحي. هذه الخطوه الاولى اللي حبيت نتكلم عليها. نروح الان الى النصائح. مثال دوكا كيفاش حتجيبي الدراهم تاع الذهب هذا؟ هذو كامل ديما تقصوني يا ام سيف الدين نصحينا ولا ديرينا فيديو كيفاش نلمدو كيفاش نديرو الدراهم. شوفي لو كان ما تحطيش هدف في راسك راكي مستحيل مستحيل ديري اي حاجه، لا ذهب لا فراش لا ما لا دار لا اي حاجه لا سياره لا والو. معناها رقم واحد هو الهدف، يعني تحديد الهدف. تحديد الهدف هذه رقم واحد، تحدي الهدف تاعك. قال الهدف تاعي ما هو؟ هو شي نرجع لكم اسمحوا لي راني صورت المقطع هذا بعد يوم من المقطع الثاني لانه وليدي مريض وقعدت معاها وكل شيء. النصائح اللي بديت نعطيها لكم كنت نكتب فيها في ورقه وستيلو ودوكا هي راحت. هي اولا تحديد الهدف، يعني مش حابه نشري، حابه نشري خاتم هذا، حابه نشري لي بوكل هذا، حابه نشري كذا. الخطوه الثانيه تعرفي السعر تاعهم. مثال لي بوكل هذا شحال راهم يديروا؟ يديروا زوز ملايين، يديروا ثلاثة ملايين، شحال راهم يديروا؟ ربع ملايين. المهم النوع اللي راكي حتشريه، انا شري السلسله هذه لازم تعرفي السعر تاعها شحال راهي دير، 5 ملايين 6 ملايين شحال راهي دير. كل شيء حابه تشريه لازم تعرفي السعر تاعه هذه ولا اي شيء. مثال ابسط مثال نعطيكم مثال لويزا، لويزا تاع الذهب هذيك تاع 1 غرام تاع 1 غرام. هذيك لويزا هذيك مثال دوكا والله ما على بالي شحال راهي تسوى. هذيك النهار كان الذهب طايح شوي طاح شوي ومازال على ما اعتقد طايح شوي شويه حاجه قليله، تقريبا كانت تسوى مثال 850 ولا نتاع 1 غرام. اللي حبت تشريها من برا على برا على وحده حبت تبيع تبيع الذهب تاعها ولا لويزا حيجيها ارخص 750 تشري. المهم تي مثال تشريها من عند الصايغي عادي تشريها ب 850، 850 لو كان قسموها عن 30 يوم قسموها على شهر كنتش تعطينا كل يوم لازم تلمدي كل يوم تعطيك تقريبا 28000 28000 25000 26 27 28 في الحدود هذه. حنا نقولوا من 25000 حتى ل 28000. تخيلي تيكون كل يوم ديري حصاله ديري باطا كيما هذه ولا مهم حصاله صغيره تحطي كل يوم 25000 ولا 28000 في نهايه الشهر تحصلي على 850000. 850000 تهزيها تشري بها لويزه تاع ذهب، فهمتي؟ يعني كون ديري غير لويز برك لويز وحده برك. حنا علاش نقولوا لويز؟ لويز لانه راه مش زينه والله، هذا راهو باش تلمدي الذهب تاعك باش تلمدي دراهمك. معناها كي تجي تبيعي تلقاي عندك لويز، لويز ما يطيحش ياسر في السومه تاعو، تلقاي في نهايه العام تلقاي مثال عندك 12 لويزه تاع ذهب. هذيك تحطي كل يوم 25000 ولا 28000 برك، تخيلي انت يعني مش حاجه. هذه خاصه المتوسطين، اللي متوسطين تقدر كل يوم تحط 25000. اللي الدخل تاعها متوسط عادي، يعني الدخل تاعها 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين تقدر، هذه في الحدود هذه تقدر. اما اللي ما عندهمش لا غالب تقدر نقول لويزا تاع ذهب ديرها في شهرين ماشي في شهر واحد، تلمدها وديرها في شهرين، يعني كل يوم تحط 12000 11000 هكا، يعني في الحدود هذه تكوني شهرين باش تقدري تشيل لويزا تاع ذهب. هذا هو قادر ديري حصاله، حصاله فقط خاصه بالذهب، يعني حصاله فقط وين عندك دراهم تلمدي وتحطي. كي تلمدي تلقاي مبلغ معين، مثال انتيا هذو لي بوكل هذو مثال عندك بزوز ملايين ولا بثلاث ملايين، لمدتي زوز ملايين روحي شريهم مباشره ما تستنايش، لانه هذيك لو كان تستناي تجي حاجه وتديهم، تجي لا قدر الله مرضى يجي ضيف يجي كسوه تسخفي على حاجه تروحي تمدي ايدك وتديهم. لذلك انا ننصحكم بانكم من تلمدوا مبلغ من المال وصل القدر تاع الحاجه اللي حابه تشريها روحي شريها مباشره. هكا كل مره تخطفي حاجه، قلت لكم بداو بلي بوكل ثم بداي بالعاديين تاع الدار ثم بداي بخاتم تاع دار ثم بداي بقورمات ثم روحي ديري سلسله بسيطه قد كل مره زيدي لها حتى تكبر، ومن بعد روحي للدوزيام دوزيام روحي لبوكل هذا القطوال روحي للخواتم الدوزيام هكا ديري براسلي ديري كذا كل مره تزيدي. بصح الاساسيات تبداي بالاولين اللي قلت لك عليهم، وان شاء الله تكوني يعني تكونوا قد استفدتوا يعني من بعض النصائح، بالرغم من اني حابه ندير لكم فيديوهات اخرى ونصائح اخرى عن نفس الموضوع تاع الذهب هذا،
ونقول لكم سمحوا لي بك على الصوت تاعي راهو مريض، ولكن والله العظيم ما بخلتكمش. يعني قبل صاحبتي تخدم معايا قلت لها لك راهي تشوف فيا يعني تاع الفرنسيه استاذه تحياتنا، قلت لها شوفوا صوتي ماهوش مليح بصح ولا غير حبيت ندير لكم فيديو تستفادوا لانكم طلبتوه مني ياسر، ومازال نزيدكم نصائح اخرى عن كيفيه شراء الذهب وكيفاش تجمع الدرهم باش تشري الذهب. ونخليكم على بركه الله ودعوا لي وليدي بك بالشفاء. هذا انا كان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.